حلقة جديدة من بالورقة والقلم. في البداية أقول للجميع وبأعلى صوت: رويترز كاذبون. هذه الوكالة التي دأبت خلال الفترات الماضية على اختلاق أخبار كاذبة فيما يخص الشأن المصري، وكنا دائما نتحدث نحاول أن نواجه، لكن هذه المرة على لسان العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، وعلى لسان إيجور كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية. الطرفين قاموا بتكذيب ما جاء على وكالة أنباء رويترز، هذه الوكالة المسمومة، هذه الوكالة التي تختلق أخبار، هذه الوكالة لابد أن يعرف الجميع أنها وكالة تختلق الأخبار. رويترز كاذبون، يكذبون ويحاولوا أن يسمموا الأجواء. هذه الوكالة أعلنت منذ ساعات بأن هناك قوات روسية، طائرات روسية بدون طيار، وبعض الخبراء الروس متواجدين في قاعدة في غرب مصر اسمها قاعدة سيدي براني، تمهيدا أو توطئة لمساعدة الجيش المصري في قيام بعمليات في الداخل الليبي. هذا الخبر تم نفيه جملة وتفصيلا، وزي ما أعلنت الصحف الروسية وصحيفة برافدا الروسية ووزارة الخارجية، بتقول وزارة الخارجية والدفاع الروسيتين يؤكدان عدم وجود أي قوات روسية في مصر. ده من الجانب الروسي، ومن الجانب المصري بيؤكد تامر الرفاعي نفس المعنى. بالتالي علينا أن ننتبه مما يتم تصديره أو محاولة توثيقه من خلال هذه الوكالات، وعلى الهيئة العامة للاستعلامات أن تستدعي، وزارة الخارجية تستدعي، القائمين بالأمر يستدعوا القائمين على وكالة رويترز الكاذبة في مصر، لأنهم كاذبون ويتم توجيه إنذار ومعاقبتهم طبقا لقانون وطبقا لما يتم اتباعه في أي دولة محترمة في العالم.